أهلا بحضراتكم معنا لتفصيل الأخبار. نبدأها من استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوزير خارجية دولة إسرائيل السيد يائير لابيد بحضور السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى جانب السفير الإسرائيلي في مصر ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية هو مدير عام الخارجية الإسرائيلية السفير الإسرائيلي السيد كوهين وأيضا السفيرة أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا تألو مصر جهدا أبدا إلا وقدمته من أجل حل هذه القضية التي تعتبرها مصر هي سبب كل المشاكل في المنطقة بما فيها تنامي الإرهاب في المنطقة بسبب الضغوط اللي بتمارسها دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني. أيضا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بيصرح أن السيد الرئيس رحب بالسيد ميقاتي في بلده الثاني مصر وأكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وأكد أيضا حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان خاطر الصراعات في المنطقة. تعالوا نشوف فيديو مكثف عن نشاط السيد الرئيس النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد نجيب ميقاتي في بلده الثاني مصر مؤكدا سيادته الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. من جانبه أشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل ومثمناً التجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية دولة إسرائيل يائير لابيد وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية والسيد يائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية والسفيرة أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية
وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقد أكد السيد الرئيس مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلا عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. السيد الرئيس كتب النهاردة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية إنجلا ميركل، تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، التي أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم. ولن تنسى مصر حكومة وشعبا ما قامت به المستشارة أنجلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وإنني إذ أعبر عن خالص التقدير لشخصها أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بك. يعني كانت أنجلا ميركل بين فترة رئاستها لوزراء ألمانيا من أكثر الشخصيات المؤثرة سياسيا في أوروبا، بل ربما يعني نقول في العالم. يعني أحب أعرف تعليق حضرتك على ده. يعني أنا من إحدى المرات اللي خدمت فيها خدمة أعتز بها جدا، أن أنا عملت في ألمانيا وقت المستشار هيلموت شميتس والمستشار هيلموت كول. ولهذا أنا من المتابعين للسياسة الخارجية الأمريكية الألمانية، وتعلمت منها الكثير. الألمان يقدرون مصر بشكل يعني كبير جدا، ده صحيح، لدرجة أن بعض الألمان الذين خدموا في سفاراتي في القاهرة يطلقون على نفسهم مداعبة المافيا المصرية من كثرة حبهم لمصر، ونحن يعني نشعر بهذا التقدير. لكن حصل تطور ايضا اضافي عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم مشاركته في مؤتمر دافوس في سويسرا. هناك التقى المستشار أنجلا ميركل فدعته على الفور لزياره المانيا وبرلين. اعتقد دي كانت اول زياره في اطار كان ساعتها جهد مضني لحضراتكم يعني سياسة خارجية ودبلوماسية مصرية لتوضيح صورة ثورة 2013. صحيح، لكن الحقيقة الرئيس يفطر علينا هذه المهمة لأنه استعاد بكفاءة وبروحه الطيبة الصراحة المطلقة، له كاريزما جيدة، سهل مهمتنا. فلما دعته أنجلا ميركل طبعا للإعداد للزيارة جاء إلى القاهرة أحد كبار الدبلوماسيين الألمان وجاءني في مكتبي يعني ليأخذ بعض الآراء. ده كان 2014 يا فندم؟ أيوة. وقال لي أنه مقابلة الرئيس مع المستشارة في دافوس أحدثت طفرة في العلاقات لأنها قدرته جدا، ومستخدم تعبير محدد قال الكيمستري، الكيمياء فيما بينهما تسير في الاتجاه السليم. ومنذ ذلك الوقت هي تقدره كثيرا، وازداد حجم واتساع العلاقات الألمانية المصرية. وأنا يعني أقدر جدا حديث الرئيس عن المستشارة، لأن لابد أنه شعر بالتقدير الكبير لألمانيا ولمستشارة ألمانيا لمصر ولسيادته شخصيا، لأن طبعا احتياجات الدول تقر وفقا للمصالح، لكن أيضا وجود شخصيات على رأس الدولة لها كاريزما معينة ولها توجه محمود يعمق هذه العلاقات ويشعر ويزيد من الثقة. بالإضافة لتقدير الرئيس لفكرة أن الواحد يخرج من منصبه مكرما في أي مكان في مصر أو خارج مصر طالما أدى لوطنه الكثير. عشان كده عايز أسأل حضرتك عن ماذا قدمت أنجلا ميركل في رأي حضرتك للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا. يعني
يعني هي ست الحقيقة. أنا كان من حظي أني قابلتها في مؤتمر في ميونخ في فبراير 2004 قبل أن تتولى الرئاسة قبل أن تتولى المستشارية، وما زلت أحتفظ ببعض من خطبتها في ذلك اليوم لأنها كانت خطبة جيدة. ولما تناول الغداء تكلمت معها فوجدت من البداية قبل أن تتولى أنها كلمة أنني سفير من مصر كان لها وزن عندها، وبالتالي أضافت الكثير لهذه العلاقات. لا ننسى أن ألمانيا تقدم لنا الكثير من المعلومات، الكثير من التعاون. مرة بأداعب الألمان وأقول الروس بنوا السد العالي والفرنسيين بنوا مترو الأنفاق، ماذا بنيتم أنت؟ فيرد عليك بتواضع، لا بالمناسبة الألمان لا يبالغون في عرض أنفسهم، وقال لي نحن بنينا محطات كهرباء في مصر قد السد العالي 7 مرات. محطات إيه؟ محطات كهرباء. كهرباء طبعا، سيمينز وغيره. اه طبعا، غيرهم الاربع محطات بتوع سيمينز وغيره السد العالي بكثير. طبعا خد خطوط التليفونات في ايام الرئيس السادات. العقد اللي عملته مصر للتليفونات مع المانيا يعتبر نموذج لافضل العقود، وظللنا فتره طويله كلما تقدم لنا احد عرض للتليفونات نقبله اذا قال ان هو يبقى بنفس الشروط اللي كانت ألمانيا تعاقدت بها مع مصر. نشكرك جدا سيادة السفير. الله يخليك. شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وشكرا للرئيس الذي يقدر جهد الإنسان في وقت يتهافت فيه الساسة على من هو الذي يجلس على الكرسي الآن، ومش مشكلة بقى غير كده، لكن الشخص المحترم تظل علاقته طيبة بكل الناس وبالذات بالمصريين. وزير خارجية مصر ووزير خارجية إسرائيل شهد اليوم وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قبل السلطات الإسرائيلية، وكان هذا في حضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية بحسب ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر. تعالوا نشوف فيديو قصير قوي لهذا الاسترداد، وربما نرى لقطات لبعض هذه القطع الهامة ونرجع مع حضراتكم. Thank you. Thank you very much, Minister. I appreciate the gesture. I appreciate the appreciation of the importance of maintaining the heritage to avoid any illegal transfer of these important relics. The right decision, not allowing those who had illegally obtained these items, and the judicial system and the government of Israel is now returning what is rightfully ours. So again, it's an appreciation. يعني ما قدرتش أفهم قوي الكلام، الصوت مش حلو، بس قدرت أصطاد كده كلمة سيد سفير المصري بأنه إحنا بنقدر هذا الرد لهذه القطع الأثرية، وأن ده ثمرة للتعاون المستمر بين مصر وإسرائيل على أكتر من صعيد. ودي حقيقة، لأن أنت لما بيكون علاقتك طيبة وبالذات بدول الجوار، انت ان كان على قضيتك الشخصيه انت خدت ارضك كامله، كان على قضيه فلسطين انت اكتر واحد مخلص ليها وبتزق في اتجاه حلها اكتر من المدعين الكثيرين في كل منطقه العالم العربي، ان كان على العداء المستحكم الغير مبرر والجمل الشعارات بتاعه زمان ملهاش اي مبرر. فالحقيقه يعني كانت لفته لطيفه من الخارجيه الإسرائيلية برد هذه القطع الأثرية، بما يدل على أنها مهتمة بالشأن المصري وبأنه تدور على حاجات تخصنا وترجعها لنا، وده شيء طيب جدا في العلاقات.
أروح مع حضراتكم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي جدد تأكيده على توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتقديم كل صور وأشكال الدعم لتلبية مطالب أشقائنا في الحكومة اللبنانية. خلال اللقاء تم مناقشة عدد من المحاور السياسية، طبعا لقاء معالي رئيسي الوزراء ومحاور اقتصادية تربط بين البلدين. تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس للتلفزيون اللبناني على هامش المباحثات الثنائية اللي عقدها مع نجيب نقاطي رئيس الحكومة اللبنانية ظهر اليوم. تعالوا نشوف جزء من هذه الزيارة ونرجع مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة يوم يعني سعيد جدا ان شرفت باستقبال اخي العزيز دولة الرئيس مهندس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان في زيارته لبلده الثاني مصر. والحقيقة يمكن ان اليوم كانت زيارة يعني هامة جدا، يعني شرفنا في البداية بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي اكد في اللقاء دعم مصر الكامل للبنان في هذه المرحلة الدقيقة اللي بيمر بيها الشعب اللبناني الشقيق، وتوجيه فخامته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم لأشقائنا في الحكومة اللبنانية لكي يعني تعبر لبنان هذه المرحلة الدقيقة. ويمكن خلال هذا اللقاء مع فخامة الرئيس تطرق النقاش للعديد من المحاور السياسية والاقتصادية اللي بتربط ما بين البلدين، ووجه فخامة الرئيس الحكومة المصرية بتقديم كل وتلبية كل مطالب أشقائنا في الحكومة اللبنانية. فدولة الرئيس الحقيقة عرض عدد من الطلبات الهامة جدا الخاصة في مجال الطاقة، وعلى الأخص الربط الكهربائي، وأيضا تقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق. وإن شاء الله سيتم الاستجابة لهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن، وتناقشنا أيضا في الجوانب الفنية اللي تسرع الخطى في هذا المجال. أيضا الحقيقة دولة الرئيس كان لي بعض الطلبات الخاصة بعدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، واللي إن شاء الله بإذن الله فورا سيتم تلبيتها بناء على طلب دولته مننا. إحنا لن نتأخر في هذا الموضوع طبعا على أشقائنا في لبنان. والحقيقة تناقشنا أيضا على عدد من الموضوعات الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري وتسهيل الإجراءات ما بين البلدين في خلال المرحلة القادمة، وأيضا وضع بعض الحلول الفنية الطويلة المدى لربط الطاقة الكهربائية على الأخص في خلال المرحلة القادمة، وإن شاء الله سندرسها بحيث يتم تنفيذها ممكن من خلال القطاع الخاص ما بين الدولتين. أيضا توافقنا بإذن الله أن يتم عقد اللجنة الوزارية المشتركة ما بين البلدين، وإن شاء الله يمكن تبقى في أقرب فرصة في لبنان بإذن الله، ونشرف يعني بزيارة أشقائنا في لبنان في خلال المرحلة القادمة. شكرا. شكرا. يعني أنا نفسي بس حزب الله والموالين له يجاوبوا على سؤال واحد، بعد أن كانت لبنان من أغنى دول المنطقة بسبب السياحة، وكان دخل المواطن اللبناني ربما يعني كان، أنا فاكر كانوا يكتبوا مقالات وكده عن أن الفنانين لما كانوا بيروحوا في السبعينات الثمانينات يعملوا أو حفلة في لبنان أو يمثلوا فيلم هناك رغم عدم شهرته زي الفيلم العربي اللي هو المصري، لكن كان في أموال طائلة، البلد كان فيها اقتصاد عالي جدا. ماذا فعلتم أنتم غير أن تكونوا موجودين في السلطة؟ فأرتوا لبنان إلى أقصى درجة وخليتوا المواطن اللبناني بيحتاج إلى أقصى درجة، لكن هتظل مصر هي الداعمة لكل جاراتها وكل من يلتجئ إليها طالما هي قادرة، وهي دي دايما مصر الحقيقية اللي بتبحث عن رفاهية أولادها وتبحث عن احترام الآخرين. تعالوا نروح لكورونا. بعض القرارات الجديدة اللي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية تضمنت قرار بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد في وسائل النقل الجمعية العامة أو الخاصة. الخاصة جماعية إزاي وخاصة؟ طيب يعني لو عربية فيها 4-5 يعني ولا إيه؟ وأثناء التردد أو يمكن اللي هي الأوتوبيسات اللي مش حكومية يعني.
وأثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي. أيضا اللجنة أصدرت قرار بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإداري للدولة أو مقر الجهات والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل بي سي آر من بداية أيام العمل من كل أسبوع. وشملت قرارات اللجنة أيضا حظر إقامة الأفراح أو العزاء في الأماكن المغلقة، حظر الموالد والاحتفالات الشعبية في الأماكن المكشوفة أو المغلقة. دكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة مستشفى جامعة القاهرة، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور نهلة، طبعا هي هذه القرارات لأن اللجنة جديدة، لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، لكن كان في القرارات دي كانت متاخدة قبل كده، لكن ربما تشهد تفعيلا أكثر في الأيام القادمة. خليني أسأل حضرتك عن زيادة الأعداد، هل من المتوقع استمرار زيادة الأعداد أو ثباتها أو تحييد المنحنى؟ إيه المتوقع خلال الفترة اللي جاية؟ هو بص حضرتك، موضوع مرتبط طبعا بأن في يعني هو طبعا يعني مجموع الناس اللي بدأت تزيد على اللقاح ده كويس، لكن للأسف برضو لسه في متغيرات جديدة بتظهر للكورونا. يعني إحنا طبعا هو الأوميكرون الجديد، يعني منظمة الصحة العالمية قالت إنه أقل حدة من دلتا، وإن اللقاحات لغاية دلوقتي إلى حد ما أثبتت كفاءة معاه، بس مش بالدرجة، يعني بتقلل من حدة الحالات أو من شراسة الأعراض، قوة بالضبط شراسة المرض، لكنها طبعا ما بتمنعش الإصابة. إحنا طبعا كنا متوقعين إن طبعا على من نص 12 وواحد إن الحالات لازم طبعا هتزيد مع دخول البرد الزيادة وتعرض الناس لنزلات البرد مع يعني الأنفلونزا مع وجود الكورونا. لو إن إحنا قدرنا نحاول على قد ما نقدر نعمل كنترول أو ناخد في بالنا شوية احتياطات بسيطة زي ما قلنا الإجراءات الاحترازية، زي ما قلنا اللقاحات على قد ما نقدر، وكل واحد ياخد اللي يناسبه، يعني لو أصحاب أمراض مزمنة يلجأ للدكتور بتاعه الأول يظبط تحاليله وفحوصاته، وبعدين يروح ياخد اللقاح المناسب ليه. طيب دكتور نهلة، يعني حضرتك شايفة أن الأرقام معقولة يعني في الفترة دي؟ هل فترة القادمة هو دلوقتي قلت عن أيام اللي فات؟ يعني في الأيام اللي فات أنا كنت شايفة الوفيات عالية جدا، كانت عادتي بتوصل 69، النهاردة أقل شوية عدد الحالات، النهاردة حاجة و50 تقريبا، عشان مش شايف قدامي الأرقام. من كام يوم كان حاجة و40. طب كويس قوي، ده معقول في حد ذاته، كويس قوي. الفكرة في ان هو العدد بيتأرجح، لسه الحمد لله لغاية دلوقتي بعدناش الألف، بس اللي انا قلقانة منه ان هو دخول البرد ويعني وتغير يعني تغير الجو من برد الحر مرة واحدة مع نزلات البرد، فأحيانا بيقلل من معاك الأشخاص. مع عدم وجود الحرص ممكن الحالات تزيد، لكن لو قدرنا الى حد ما نعمل كنترول للدنيا باللقاحات، بان احنا ناخد بالنا من الاجراءات الاحترازيه، جايز نقدر نسيطر على الموقف. يعني طب حضرتك شايفه انه مفيش ضغط حتى الان على المنظومه الصحيه في مصر زي ما حصل قبل كده؟ والله لغايه دلوقتي بس يا ريت ان احنا لا، بس في حالات بتبقى صعبه، دي في ناس بتلجأ للحالات بتبقى خصوصا اصحاب الامراض المزمنه. أيوة، يعني احنا لو عايزين نحافظ على ان الحالات ما تزيدش قوي او ما نوصلش للعنايه المركزه او ما يحصلش ضغط على المنظومه الصحيه، من دلوقتي اصحاب الامراض المزمنه يبتدوا يظبطوا حالهم، يظبطوا فحوصاتهم، يظبطوا نفسهم مع الدكتور بتاعهم، اللي هي من ضمنها ايه؟ امراض الضغط طبعا، امراض السكر، امراض المناعه اللي هي حساسية، المناعه الذاتيه اللي هي الغده الدرقيه او الثعلبه الحمراء او الحاجات دي كلها، الامراض المناعيه المختلفه، يلجا لدكتور ويظبط تحاليله وفحوصاته، مهم جدا جدا الناس دي. بتهيألي كمان يا دكتور حساسية الصدر والجلود الأنفية والحاجات. أنا هقول لحضرتك، أنا مؤخرا قريت بحث يعني، بس أنا طبعا أنا مش عاجبني قوي إن هو الناس مرضى الربو أقل عرضة للإصابة بكورونا. وأنا مش مقتنع بيه قوي، لأن هما رجحوا الموضوع ده لثلاث أسباب. أول سبب من ضمنهم إن هما الريسبتورز أو المستقبلات بتاعت الكورونا بتاعتهم أقل من الناس العادية للكورونا، فطبعا ما بتستقبلش. تاني سبب إن هم بياخدوا علاجات قريبة من علاج الكورونا، ما بيتمكنش منهم الكورونا. تالت سبب إن هم أكثر حذراً، وأنا برجح التالت إن هم أكثر حذراً يعني وخوفاً على نفسهم. أو إحنا عايزين التالت يبقى هو المنتشر، عايزينه تالت كومن، سواء عندهم حساسية أو ما عندهمش حساسية. بالظبط، يحمي، يعني يا ريت كلنا نحاول نحافظ ويعرف إن هو شايل في رقبته
منعت نفسه ومنعت الناس الثانيه. صحيح، بشكرك جدا يا دكتور، كتر خيرك. دكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذيه والمناعه، مستشفى جامعه القاهره. روح معاكم لليونيسف اللي بتقول ان كورونا هي اكبر ازمه عالميه تعصف بالاطفال منذ 75 سنه. منظمه الامم المتحده للطفوله يونيسف في تقرير لها النهارده هو وصفت جائحه كورونا انها اسوأ ازمه تشهدها المنظمه في تاريخها على مدار 75 سنه، وقالت ان الجائحه باتت تتحدى عقود عشرات السنين يعني من التقدم الذي تحقق لمجابهه التحديات الرئيسيه في مرحله الطفوله، ما في ذلك الفقر والتعليم والتغذية والصحة العقلية. المديرة التنفيذية هانريتا فور بتقول إن التأثير الواسع واسع النطاق لكورونا لا يزال يتعمق ويزيد من الفقر ويرسخ عدم المساواة ويهدد حقوق الطفل. وقال التقرير إن في 100 مليون طفل إضافي بيعيشوا الآن في فقر متعدد الأبعاد بسبب الجائحة، بزيادة قدرها 10% عن عام 2019. وفي عام 20 لم يحظى أكثر من 23 مليون طفل فقط بفرص تلقي اللقاحات الأساسية، بزيادة قدرها 4 مليون طفل تقريباً عن عام 19، وهو أعلى رقم منذ 11 سنة وفقاً للتقرير. طبعاً ده لأنه برضو خلينا برضو نقول إحنا نموذج، يعني عندنا 100 مليون وشوية، لأن الدول ما كانتش لحقة تلقح الأول الأطقم الطبية، ثانياً المتعاملين مع الجمهور في المستشفيات، ثالثاً أصحاب الأمراض المزمنة، رابعاً كبار السن، يعني عشان اللقاحات مش متوفرة بشكل كافي أو على الأقل بشكل متكافئ. فطبعاً الأطفال آخر حاجة هيفكروا فيها إن هم يلقحوها، على أساس إن في الأول كانوا بيقولوا إن هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا. النهاردة 9 ديسمبر، و9 ديسمبر هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ولذا أقامت هيئة الرقابة الإدارية احتفالاً بهذه المناسبة، وعرضت خلال الاحتفال فيلم تسجيلي خلال ندوة نظمتها لهذا الاحتفال خصيصاً. الفيلم بيعرض لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد خلال الاحتفال باليوم العالمي لهذا الشأن. قالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 من ديسمبر كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لرفع الوعي بخاطره والتعريف بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار احفظ حقك العب دورك قل لا للفساد. تعالوا نشوف فيلم اللي كنا بنتكلم عنه، نشوف جزء منه مع بعض ونرجع مع حضرتك. الرقابة الإدارية في الجمهورية الجديدة، قيم الماضي ولغة المستقبل. يحتفل العالم في 9 من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ورفعت منظمة الأمم المتحدة شعاراً لمرحلة ما بعد زوال كابوس جائحة كورونا بعنوان التعافي تحت راية النزاهة. وفي مصر تستعد هيئة الرقابة الإدارية للاحتفال بهذا اليوم برؤية مختلفة ونظرة إيجابية تعبر بها للمستقبل لتواكب ميلاد الجمهورية الجديدة. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، إعلان جمهورية تانية. ولن يكون انتقال الرقابة الإدارية إلى العاصمة الجديدة مجرد انتقال من مبنى لمبنى جديد أو من مكان لآخر، ولكنه يمثل انتقالاً في الزمان وقفزة هائلة نحو المستقبل. ولأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون واحدة من أهم المدن الذكية في العالم، لذلك كان من الطبيعي أن يكون مبنى هيئة الرقابة الإدارية مبنىً ذكياً متطوراً يحتوي على أحدث المخترعات في مجال الذكاء الاصطناعي. ولخطورة التقدم التكنولوجي في تنفيذ جرائم العدوان على المال العام والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم التي أوكل القانون للهيئة محاربتها،
لذلك فقد تم تسليح حراس الوطن من رجال الرقابة الإدارية بأحدث نظم مجابهة الجرائم الإلكترونية واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منع ومكافحة الجرائم المنظمة. ولم تشغل الدورات التدريبية المكثفة لرجال الرقابة الإدارية على استخدام وتوظيف أحدث الأجهزة والبرامج التكنولوجية الحديثة والمدعم بها المبنى الجديد للهيئة في العاصمة الإدارية عن دورهم الوطني في مكافحة جرائم الفساد، والتي حققوا فيها إنجازات كبيرة واستعادوا من خلالها مبالغ مالية كبيرة لصالح خزانة الدولة، وهي التي لم تمثل دعماً لميزانية الدولة ودفعاً لعجلة الاقتصاد الوطني فحسب، بل جسدت دوراً وطنياً للدولة المصرية في مراقبة عمليات المزايدات والمناقصات الحكومية والتحري عن المرشحين للمناصب والوظائف الحكومية القيادية ومكافحة جرائم الفساد والقضاء على التشكيلات العصابية في جرائم غش الأدوية والمنتجات الغذائية والصناعية المعدة للسوق المحلي. وفي إطار تطوير البنية المعلوماتية، قامت هيئة الرقابة الإدارية ببناء شجرة العائلة المصرية وتكوين السجل الموحد المواطن بإجمالي 27 مليون أسرة نووية لتطوير شتى عمليات المتابعة وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن مزايا تطوير البنية التحتية المعلوماتية تكوين ما يسمى ببنك الكفاءات، والذي يحتوي على كنز معلوماتي يتيح ترشيح واختيار القيادات على معايير الكفاءة والمهنية من خلال قاعدة بيانات دقيقة وموثقة وبعوائد مباشرة. نجحت هيئة الرقابة الإدارية في توسيع قاعدة الممولين الضريبية، وذلك فضلاً عن دور رجال الرقابة الإدارية في ضبط وإحكام المنافذ الجمركية بما يدعم خزانة الدولة. وفي إطار تفعيل دورها في أعمال فض المنازعات بين الجهات الحكومية والتي ينتج عنها إلحاق أضرار بمصالح الدولة بشكل عام، فقد نجحت هيئة الرقابة الإدارية في فض العديد من المنازعات والتي كان من شأنها تعطيل سير العمل. وشهد احتفال العام الماضي باليوم العالمي لمكافحة الفساد عدداً من الفعاليات الجماهيرية التي ساهمت في إحداث حالة من الحوار المجتمعي حول أهمية تضافر أجهزة الدولة المختلفة والشعب بكل فئاته وعلى رأسهم الشباب في أنشطة مجابهة ومكافحة كل أشكال الفساد وإعلاء قيم النزاهة، وما بين استلهام القدوة من رموز الماضي العريق واستخدام للأحدث في التكنولوجيا والعلوم التقنية، يخطو رجال الرقابة الإدارية نحو المستقبل متسلحين بالقيم الوطنية المخلصة وروح العزم والتحدي في إطار برنامج من العمل الوطني المخلص تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الإرادة السياسية ودعمنا لكم كأجهزة رقابية بكافة أنواعها، إحنا معاكم لصالح مصر.